السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة نهلة زغلول، ماجستير طب أسرة القصر العيني، بعمل فاملي ميديسين كورس الأطباء الأسرة والأطباء العموم. النهاردة إن شاء الله عن الكلينيكال كيس بتاعتنا عن الفوليت ديفيشنسي. الفوليت ديفيشنسي قلنا من أسباب الماكروسيتيك أنيميا، وقلنا الماكروسيتيك أنيميا هي أنيميا معها ديكريز هيموجلوبين معها ديكريز هيماتوكريت بلس الام سي في أكبر من 100. النورمال ام سي في من 80 ل 100، بنلاقي الماكروسيتيك انيميا الام سي في فيها المين كورباسكولار فوليوم اكبر من 100. طيب هي ماكروسيتيك ميجالوبلاستيك انيميا، هل كل الماكروسيتيك انيميا ميجالوبلاستيك انيميا؟ لا، مش كل الماكروسيتيك انيميا ميجالوبلاستيك انيميا. هنعرف ايه هي اسباب الميجالوبلاستيك انيميا. ايه هي الماكروسيتيك انيميا؟ بتنقسم الى ميجالوبلاستيك انيميا اند نون ميجالوبلاستيك انيميا. هنعرف ايه هي اسباب الميجالوبلاستيك انيميا في الماكروسيتيك انيميا، وايه هي اسباب النون ميجالوبلاستيك انيميا في الماكروسيتيك انيميا. بس الاول باذن الله هنبدا بالحاله بتاعتنا. الحاله هي a 72 year old male with weakness and fatigue. يبقى بيشتكي من weakness and fatigue with history of celiac disease for which he follow a strict gluten free diet but he hasn't been eating well. تمام، هو عنده celiac disease وعلى استريكت جلوتين فري دايت. العيانين دول ما بياكلوش الحبوب والدقيق، جلوتين فري دايت. وفي اليونايتد ستيتس، معرفش عندنا هنا في دول العربية، اليونايتد ستيتس والاذر كانتريز في برا، الفلاور والجرينز ار سبليمنتد ويز فوليك اسيد. الفلاور والجرينز ار سبليمنتد ويز فوليك اسيد، تمام. فبالتالي هو مش بياكل ولا فلاور ولا جرينز، فبالتالي اللي عنده عنده ريسك للفوليك اسيد ديفيشنسي لو هو مش بياخد سبلمنتيشن. with history of seizures seizure disorder، عنده epilepsy يعني، and it takes phenytoin. تمام، بيشتكي برضو من ديسنيا with exertion and mild anorexia. طبعا الweakness والفاتيج والديسنيا with exertion دي من السيمتومز بتاع الانيميا. تمام، ما عندوش اي سيمتومز تانية، لكن الريليفانت هيستوري بتاعته ان هو عنده celiac disease وماشي على strict gluten free diet، يعني ما بياكلش grains ولا flour ولا دقيق ولا حبوب، وعنده seizure disorder، عنده epilepsy وبيتعالج من phenytoin، ويتعالج بphenytoin. باي اكزامينيشن، لما عملنا له اكزامينيشن لقيناه اسن بيل ميل، نورمال فايتال ساينز، الكونجنكتيفا از بيل. لما لقينا لما شفنا التنج لقيناه سموث وذ مويست ميوكوزا اند نو اورو فارينجيال ليجنز. ليه كشفنا على التنج؟ التنج بيبقى جلوس فيه جلوسايتس، فيه التهاب في حالتين. خدنا منهم الايرن ديفيشنسي انيميا، قلنا في الايرن ديفيشنسي انيميا بيبقى فيه جلوسايتس، وفي الفيتامين بي 12 ديفيشنسي بيبقى فيه جلوسايتس برضو، بيبقى فيه تقرحات في اللسان والتهاب في اللسان. تمام، يبقى العيان ده بيل والكونجكتيفا بتاعته بيل، والتنج بتاعه نورمال ما فيهوش جلوسايتس، وريميندر اوف ذا ريميندر اوف اكزامينيشن از نورمال، ما عندوش حاجة تانية abnormal by examination. طب لما عملنا العيان ده السي بي سي، السي بي سي بتاعه كان دبليو بي سي 4500 بير كيوبيك مليمتر، يعني احنا قلنا normal من 4000 ل 11000 بير كيوبيك مليمتر. تمام، قلنا ال 4000 ل 11000 النورمال، يبقى ده نورمال. تمام، الهيموجلوبين 9 جرام بر ديسيلتر، قلنا ده ميل، المفروض الهيموجلوبين بتاعه يبقى 13، يبقى ده قليل، يبقى ده انيميا. الهيماتوكريت 28%، قلنا ده ميل، والهيماتوكريت بتاعه المفروض تبقى 45%، يبقى ده قليل، يبقى ده انيميا. قلنا البليتليت، قلنا البليتليت من 150000 ل 400000 بير كيوبيك مليمتر النورمال، ده 140000، يبقى اقل من النورمال. ليه البليتليت اقل من النورمال في حالات الميجالوبلاستيك انيميا، حالات زي الفوليت ديفيشنسي؟
لان الفوليت ديفيشنسي الفوليت ديفيشنسي مطلوب في في دي ان اي سينثيسيس، والدي ان اي سينثيسيس مطلوب لتصنيع خلايا الدم كلها في البون مارو. فلما يبقى الدي ان اي سينثيسيس امبيرد نتيجه للفوليت ديفيشنسي، هنلاقي اغلب خلايا الدم قليله. ممكن العيان ده يبقى عنده بان سايتوبينيا، كل خلايا الدم قليله، نلاقي الدبليو بي سي قليله، نلاقي البليتلت قليله، نلاقي الار بي سيز قليله. عكس الايرن ديفيشنسي انيميا، لو تفتكروا في فيديو الايرن ديفيشنسي انيميا يا ريت ترجعوا له، قلنا في الايرن ديفيشنسي انيميا معها رياكتيف ثرومبوسايتوزس. يعني ايه رياكتيف ثرومبوسايتوزس؟ يعني انكريز بليتلت كاونت سكندري تو ايرن ديفيشنسي، ودي بنسميها رياكتيف ثرومبوسايتوزس. تمام، فدي البليتلت بنلاقيها قليله، وممكن نلاقي كمان كل خلايا الدم قليلة في الايرن ديفيشنسي انيميا، ممكن يبقى فيه بان سايتوبينيا. طيب الام سي في المين كورباسكولار فوليوم 102، قلنا اكبر من 100 يبقى دي ماكروسيتيك انيميا. طيب الار دي دبليو ريد سيل ديستريبيوشن ويدث 14، قلنا النورمال من 11 ل 15، وقلنا لو تفتكروا في فيديو الانيميا الكلاسيفيكيشن بتاع الانيميا برضو يا ريت ترجعوا له، الريد سيل ديستريبيوشن ويدث قلنا ده بيقيس الفاريانس اوف ار بي سيز سايز ان بلاد، الفرق بين الار بي سي سايز ان بلاد، ونورمالي من 11 ل 15، فده 14 يبقى وزن نورمال. طب لما الدكتور شك ان الراجل ده عنده فوليت ديفيشنسي نتيجه للهيستوري بتاعته، نتيجه لانه بياخد فينيتوين والفينيتوين ده بيعمل فوليت ديفيشنسي، ونتيجه لان عنده سيلياك ديزيز فماشي على جلوتين فري دايت، فعارف ان هو ما بياخدش فلاور، والفلاور ده سبلمنتد باي فوليك اسيد، فهو شك ان هو ممكن، والام سي في بتاعته عاليه، فده ماكروسيتيك انيميا، فشك ان هو ممكن يكون عنده فوليت ديفيشنسي، فعمل بي 12 ليفل، عمل سيرم بي 12 ليفل، فلقاه 900 نانو جرام بير لتر، يعني نورمال اكبر من 300، البي 12 ليفل اكبر من 300 نانو جرام بير لتر، اكبر من 300 مور ذان 300 نانو جرام بير لتر از نورمال. عندنا هنا 900 نانو جرام بير لتر يبقى ايه؟ نورمال. تمام، ليه الدكتور ده عمل البي 12 ليفل لما شك ان العيان ده عنده فوليت ديفيشنسي بالهيستوري؟ لازم القاعده بتقول، ده قاعده، القاعده بتقول ان انت نيفر جيف ذا بيشنت فوليت بيفور اكسكلوجن اوف بي 12 ديفيشنسي. يبقى انت عندك حاله ماكروسيتيك انيميا، هتقول انا هجرب الفوليت يمكن العيان ده يتحسن. ما ينفعش، ما ينفعش تدي فوليت في حاله ماكروسيتيك انيميا الا لما تاكسكلود الاول ان العيان ده ما عندوش بي 12 ديفيشنسي، وتعمل سيرم بي 12 ليفل. ليه؟ لان البي 12، لان انت هتدي فوليت فالانيميا هتتحسن، لكن النيورولوجيكال سيمتومز بتاع البي 12، البي 12 مشهور بالنيورولوجيكال سيمتومز، النيورولوجيكال سيمتومز بتاع البي 12 هتفضل ايه؟ بتبروجريس. تمام، ولما تطول المده بتاعه النيورولوجيكال سيمتومز بتاع الفيتامين بي 12 اكبر من 6 شهور بتبقى ايريفرسيبل، يعني انت ما تقدرش بعد كده تدي بي 12 فتتحسن النيورولوجيكال سيمتومز، خلاص بقت كرونيك، بقت ايريفرسيبل. فالقاعده بتقول انك لو لقيت ماكروسيتيك انيميا ما تديش فوليت الا بعد ان انت تاكسكلود الاول ان العيان ده ما عندوش بي 12 ديفيشنسي، عشان الانيميا بتتحسن لكن النيورولوجيكال سيمتومز بتاع البي 12 بتفضل ايه؟ يحصل لها بروجريشن، يحصل لها ايه؟ بتزيد، وانت ايه؟ واحنا مش حاسين، لان احنا احنا عملنا ماسك للموضوع، عطينا فوليت وتصلحت الانيميا بس النيورولوجيكال سيمتوم شغاله وبتعمل وبتطور وبتعمل بروجريشن. تمام، يبقى كده شفنا الحاله، شفنا الحاله بتاعتنا. طيب هنتكلم عن الماكروسيتيك ميجالوبلاستيك انيميا، ماكروسيتيك ميجالوبلاستيك انيميا. طيب ايه هي اسبابها؟ ايه هي اسباب الماكروسيتيك ميجالوبلاستيك؟ قلنا مش كل ماكروسيتيك انيميا ميجالوبلاستيك انيميا. طيب ايه هي اسباب الماكروسيتيك ميجالوبلاستيك انيميا؟ اسبابها الفيتامين بي 12 ديفيشنسي والفوليت ديفيشنسي بيؤدوا الى امبيرد دي ان اي سينثيسيس،
او ليها سبب تاني، سببها بون مارو سبريشن دراجز باي دراجز زي السيتوتوكسيك دراجز. يبقى سببها بي 12 ديفيشنسي او فوليت ديفيشنسي، والاثنين دول بيمبير دي ان اي سينثيسز، او سببها بون مارو سبريشن نتيجه الدراجز. تمام. طيب الميجالوبلاستيك انيميا دي بتتميز بايه؟ بتتميز ان احنا لما بنيجي نعمل سي بي سي بنلاقي العيان ده عنده انيميا ويز انكريز ام سي في، انيميا ويز انكريز ام سي في. مش شرط نلاقي انيميا وام سي في، لو لقينا حاجات تانية لو مش شرط نلاقي انكريز ام سي في. يعني انيميا ممكن تشخص ماكروسيتيك انيميا لو لقينا حاجات تانية. ممكن العيان ده قلنا يبقى عنده بان سايتوبينيا، بان سايتوبينيا لان البي 12 ديفيشنسي والفوليت ديفيشنسي بيامبير الدي ان اي سينثيسيس، فبيأثر على السينثيسيس بتاع كل خلايا الدم، فخلايا الدم ممكن نلاقيها كلها قليله. في السيفير كيسز ممكن نلاقي بان سايتوبينيا، او في حالات البونو مارو سبريشن نتيجه الدراجز ممكن نلاقي بان سايتوبينيا. طيب بنلاقي ايه تاني؟ بنلاقي اللاكتيد دي هيدروجينيز والاندايركت بليروبين عالي. دي من اللاكتيد دي هيدروجينيز والاندايركت بليروبين، قلنا دي من الماركرز بتاعت الهيموليسيس او الانفكتيف اريثروبويسيس. انفكتيف اريثروبويسيس يعني الار بي سيز الار بي سيز ما بتتصنعش كويس. انفكتيف اريثروبويسيس نتيجه الدي ان ايه سينثيسيس امبيرمنت، نتيجه للايه؟ للفوليت او البي 12 ديفيشنسي. تمام. بنلاقي ايه تاني؟ بنلاقي انكريز هوموسيستين ليفل وانكريز هوموسيستين ليفل. وعندنا حاجتين بتاع الميتابوليزم بتاع البي 12 بتاع البي 12 او الفوليت. قلنا الهيموسيستين والميثايل مالونيك اسيد، يبقى نحفظ الاثنين دول. الهيموسيستين لازم نعمل الهوموسيستين والميثايل مالونيك اسيد ليفل. طيب اللي قلنا الهوموسيستين بينكريس في الاثنين، نحفظها كده، الهوموسيستين بيزيد في الاثنين، انكريس في الاثنين. الهوموسيستين على وزن واحد اهو، الهوموسيستين بيزيد في الاثنين. يعني ايه في الاثنين؟ الهوموسيستين بيزيد في حاله البي 12 ديفيشنسي والفوليت ديفيشنسي، يبقى بنقول الهوموسيستين بيزيد في الاثنين، بيزيد في حالات البي 12 ديفيشنسي والفوليت ديفيشنسي. تمام. طيب الميثايل مالونيك اسيد، لكن الميثايل مالونيك اسيد بيزيد بس في البي 12 ديفيشنسي. تمام، بيزيد بس في البي 12 ديفيشنسي. طيب رابع حاجه ان احنا لو عملنا بلاد فيلم بنلاقي هايبر سيجمنتد نيوتروفيز. يعني ايه هايبر سيجمنتد نيوتروفيز؟ بيبقى النيوتروفيز شكلها كده وهايبر عندها هايبر سيجمنتد نيوكليوس. طيب النيوكليوس بتاع النيوتروفيل نورمالي عندها كام لوب؟ نورمالي عندها من 3 ل 4 لوب. هايبر سيجمنتد نيوتروفيلز بنقول عليها هايبر سيجمنتد نيوتروفيلز لما بنلاقي فيها 5 لوب، اكبر من 5 لوبس في البلاد فيلم. بنلاقي ايه تاني في حالات الميجالوبلاستيك انيميا؟ بنلاقي في البلاد فيلم بنلاقي ماكرو اوفالوسايتس، بنلاقي ميجالوبلاست امبريفرال بلاد سمير او البلاد فين. يبقى في اربع حاجات بتميز الماكروسيتيك ميجالوبلاستيك انيميا. قلنا مش كل الماكروسيتيك انيميا ميجالوبلاستيك انيميا، قلنا الميجالوبلاستيك انيميا ليها مميزات معينه. وايه هي اسبابها؟ قلنا الفوليت ديفيشنسي والبي 12 ديفيشنسي والبون مارو سبريشن باي دراجز. ايه هي اللي بيميزها اربع حاجات؟ ان احنا ممكن نلاقي انيميا مع انكريز ام سي في، لكن لو لقينا انيميا مع الميجالوبلاست في البلاد فيلم يبقى دي برضو ميجالوبلاستيك انيميا، مش شرط ان الام سي في يبقى عالي. نلاقي بان سايتوبينيا، ممكن نلاقي بان سايتوبينيا لان الحالات دي فيها امبيرد البي 12 ديفيشنسي والفوليت ديفيشنسي مع امبيرد دي ان اي سينثيسيس، فبيأثر على تصنيع كل خلايا الدم. وسواء كان بون مارو سبريشن هو السبب باي دراجز، برضو البون مارو ده المصنع بتاع كل خلايا الدم فبيبقى معاه بان سايتوبينيا. بنلاقي ماركرز بتاع ان افكتيف اريثروبويسيس اللي هي اللاكتيد دي هيدروجينيز اند اندايركت بليروبين. بنلاقي انكريز هوموسيستين، قلنا الهوموسيستين بيزيد في الاثنين، بيزيد في البي 12 ديفيشنسي والفوليت ديفيشنسي، لكن الميثايل مالونيك اسيد بيزيد بس في البي 12 ديفيشنسي. تمام. وبنلاقي هاي في البلاد فيلم، لو عملنا بلاد فيلم بنلاقي هايبر سيجمنتد نيوتروفيلز وماكرو اوفالوسايتس وميجالوبلاست في البريفرال بلاد سمير.
او البلاد فيلم، وقلنا هايبر سيجمنتد نيوتروفيز اللي هي النيوتروفيز عندها اكبر من 5 لوبس، تمام، النيوكلياس بتاعتها عندها اكبر من 5 لوبس، تمام، النيوكلياس عندها اكبر من 5 لوبس، لكن النورمال بتاعه النيوتروفيل النيوكلياس بتاعتها عندها من 3 ل 4 لوبس، تمام. طيب نقسم بقى اللي عندنا، لو تفتكروا ساعه ما قلنا في الفيديو بتاع الانيميا الكلاسيفيكيشن بتاع الانيميا، ايه هي اسباب الماكروسيتيك انيميا؟ قلنا اسباب الماكروسيتيك انيميا A B C D E F، قلنا A for الكحول اند ليفر ديزيز، B for B12 deficiency، C for compensatory reticulocytosis نتيجه الهيموليسيس او الهيموريج، D for drugs اللي هي بتصبرس البون مارو او ديسبليزيا اوف بون مارو، اي فور اندوكراين اللي هي حالات الهايبوثايروديزم، اف فور فوليت ديفيشنسي او فور بريجننسي اللي هي حالات الفيتس اللي هي بنسميها البريجننسي. طيب ايه هي من الحالات دي؟ ميجالوبلاستيك، قلنا الميجالوبلاستيك بس البي 12 ديفيشنسي والفوليت ديفيشنسي والدراكس ذات سبريس ذات امبير دي ان اي سينثيسز او اللي هي بتعمل سبريشن للبون مارو زي الميثوتريكسات الصلفة الكيموثيرابي، الميثوتريكسات الصلفة الكيموثيرابي، تمام. طيب النان ميجالوبلاستيك انيميا ايه هي اسبابها؟ كل بقيه الاسباب بقى نان ميجالوبلاستيك انيميا، الالكحول والليفر ديسيز، الكومبنساتوري ريتيكوسايتوزس نتيجه الهيموريج او الهيموليسيز، الديسبليزيا اوف بون مارو، الحالات الاندوكراين اللي هي الهايبوثايرويد، حالات البريجننسي، كلها نان ميجالوبلاستيك ماكروسيتيك بس مش ميجالوبلاستيك انيميا، نان ميجالوبلاستيك انيميا، تمام. طيب لو رجعنا للحاله بتاعتنا از ريجارد اور بيشنت، البيشنت اللي احنا اتكلمنا عليه في بداية الفيديو، as regard our patient all are true except، all are true except the patient may have a high homocysteine level، احنا قلنا الهوموسيستين بيزيد في الاثنين، يعني بيزيد في البي 12 deficiency والفوليت deficiency، لكن لما نيجي نعمل differentiation بين البي 12 deficiency والفوليت deficiency لازم نعمل الميثايل مالونيك اسيد، لان الميثايل مالونيك اسيد هو الوحيد اللي بيزيد في البي 12 ديفيشنسي بس ما بيزيدش في الفوليت ديفيشنسي، يبقى الهوموسيستين بيزيد في الاثنين لكن الميثايل مالونيك اسيد بيزيد في البي 12 ديفيشنسي اونلي، تمام. طيب this the patient condition could be made better with a trial of folate replacement، ايوه نعم مظبوط، الفوليت لازم نعمل ترايل اوف فوليت ريبليسمنت لان احنا عملنا اكسكلوجن ان العيان ده ما عندوش بي 12 ديفيشنسي، الاول احنا اطمننا ان العيان ده ما عندوش بي 12 ديفيشنسي فهنديله ترايل اوف فوليت ريبليسمنت 1 ل 5 مللي جرام لحد امتى؟ لحد من 1 ل 4 شهور او لحد كومبليت ريكفري اوف كومبليت هيماتولوجيكال ريكفري، يعني نعمل سي بي سي ونعمل بلاد فيلم نلاقي العيان ده بقى زي الفل، الهيموجلوبين اتصلح، الهيماتوكريت اتصلح، الام سي في اتصلح، ما بقاش عنده ميجالوبلاست في البلاد فيلم، ما بقاش عنده هايبر سيجمنتد نيوتروفيلز في البلاد فيلم، ما بقاش عنده ماكرو اوفالوسايتس في البلاد فيلم، ما بقاش لحد ندي لحد كومبليت هيماتولوجيكال ريكفري، تمام. لو عطينا الفوليت ديفيشنسي وما لقيناش تحسن بعد 4 شهور لازم تراجع الدايجنوزيس بتاعك ولازم تكونسيدر اذر دايجنوزيس من الاسباب بتاع الماكروسيتيك انيميا، تمام. طيب تالت حاجه ذا بيشنت مي هاف ا لو ار بي سي فوليت ليفل، لو ار بي سي فوليت ليفل، ايوه ان احنا الار بي سي فوليت ليفل ده هو اللي بيرفلكت الحاله بتاع الفوليت حاليا بتاع العيان، في سيرم فوليت ليفل وفي ار بي سي فوليت ليفل، يبقى في ار بي سي فوليت ليفل وفي سيرم فوليت، الار بي سي فوليت ليفل لازم يبقى قليل في حالات الفوليت ديفيشنسي لكن السيرم فوليت ليفل ممكن يبقى نورمال في حاله الفوليت ديفيشنسي، لان لو العيان ده واخد ريسنت فوليت، ريسنت فوليت يعني واخد امبارح او اول امبارح فوليت، فالسيرم فوليت بتاعه بيبقى كويس، لكن ايه اللي بيرفلكت الحقيقه ان العيان ده فعلا عنده فوليت ديفيشنسي؟ الار بي سي فوليت، فلازم مع حالات الفوليت ديفيشنسي لازم يبقى في لو ار بي سي فوليت ليفل،
لكن ممكن يبقى نورمال سيرم فوليت ليفل. اللي بعديها ذا بيشنت مي هاف ا نورمال سيرم فوليت ليفل. نعم العيان ده ممكن يبقى عنده نورمال سيرم فوليت ليفل لو واخد قريب فوليت، لكن هو في الحقيقه عنده فوليت ديفيشنسي. واللي بيرفلكت الحقيقه ان العيان ده عنده فوليت ديفيشنسي هي الار بي سي فوليت وليس السيرم فوليت. طيب اخر حاجه ذا بيشنت كونديشن ويل لايكلي ريكوير كرونيك بلاد ترانسفيوجن. لا طبعا العيان ده بيتحسن مع الفوليت. تمام. طيب لما ناخد السورسز اوف فوليت، ايه هي السورسز اوف فوليت؟ لازم نبقى عارفين ايه هي السورسز اوف فوليت. الفوليت ده موجود في الانيمال برودكتس، موجود في الجرين ليفي فيجيتابلز الخضروات الخضراء والالياف، موجود في الاسبريجاس والبروكلي، موجود في البنانة والميلون الموز والبطيخ. تمام. يبقى موجود في الانيمال برودكتس، موجود في الالياف والجرين ليفي فيجيتابلز، موجود في الاسبريجاس والبروكلي، موجود في البنانة والميلونز، وقلنا في اليونايتد ستيتس اند ميني اذر كانتريز الفلاور والجرينز ار سبليمنتد ويز فوليك اسيد. طيب ايه هي الكوزز او الريسكس اوف فوليك اسيد ديفيشنسي؟ اول حاجه الاولد ايج، والعيان بتاعنا عنده حاجه و70 سنه. الاول حاجه الاولد ايج. تاني حاجه المال نيوتريشن، المال نيوتريشن نتيجه الالكحول يوز، المال ابزوربشن نتيجه السيلياك زي الحاله بتاعتنا او الانفلاماتوري باول ديزيز. في الدراجز زي الفينيتوين زي الحاله بتاعتنا او السلفا تريميثوبريم او الميثوتريكسيت. انكريز ريكويرمنت زي في حالات البريجنانسي واللاكتيشن، في حالات الكرونيك هيموليسيس زي عيانين السكل. قلنا في الفيديو اللي فات بتاع السكل سيل انيميا ان عيانين السكل لازم ياخدوا سبلمنت فوليك اسيد 1 ملي جرام اورال ديلي، عشان العيانين دول عرضه لان يجيلهم فوليت ديفيشنسي لان الريكويرمنت بتاعهم عالي. وعيانين السورايسيس. تمام. يبقى قلنا الاولد ايج هي الاسباب الفوليت ديفيشنسي، اولد ايج، مال نيوتريشن مال ابزوربشن، مال نيوتريشن نتيجه الالكحول يوز، مال ابزوربشن ام ام نتيجه السيلياك والانفلاماتوري باول ديزيز. وقلنا في دراجز زي الفينيتوين زي ما خدنا في الحاله بتاعتنا او الترايميثوبريم او الميثوتريكسيت، او انكريز ريكويرمنت العيان ده الريكويرمنت بتاعه عالي زي حالات طبعا البريجنانسي واللاكتيشن، حالات الكرونيك هيموليسيس زي ما خدنا في حاله السكل، حالات السورايسيس. كده خلص الفيديو بتاع الفوليت ديفيشنسي. يا ريت تشيروا الفيديو للاستفاده وتعملوا سبسكرايب للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.